جابي يا عبد الله من الكونغو برازافيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. باب عثمان سنغال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق الله العظيم. اسم إبراهيم كمارة من كوناكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. صدق الله العظيم. اسمي عمار حسين من جمهورية بنغلاديش. أنا في هذه السنة أحد من المشاركين للمسابقة العالمية في القرآن والتفسير، فأنا مسرور وفارح جدا بهذه المسابقة، لأن هذه المسابقة ومثلها يترغب بها أطفال المسلمين إلى الدين والإسلام وإلى رضا الرب. اسمي محمد عزت بن إسماعيل من سريلانكا. أنا مسرور جدا زيارة هذه الدولة لأن فيها آثار الإسلامية كثيرة، مثل قبور الصحابة ومشاعر الإسلام وهكذا. ما شاء الله، الحمد لله. الاسم عبد الله أحمد عطيف طوهري من بلدي السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. أنا طالب القارئ خير الدين بالقسام من جمهورية الجزائر العربية، مشارك في هذه المسابقة العالمية التي نظمتها جمهورية مصر حفظها الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. إبراهيم عيسى موسى، نيجيريا. أنني دائما أحب أن أتنافس في مجال القرآن الكريم نظرا لقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالقرآن عندي من أعظم الأشياء ومن أعظم الشعائر، لذا أحببت أن أشارك في هذه المسابقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. اسمي تيجاني محمد من دولة غانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين. صدق الله العظيم. My name is Ilham. I am from Azerbaijan. I am 30 years old. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. صدق الله العظيم.